الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الجراحة الفصية، لوبوتومي. قد يسعى الكثير من الكتاب وصناع السينما إلى إبهار المتابعين بأفكار مثيرة وغامضة لا تخلو من المبالغة والخيال. شاتر آيلاند، الكتاب والفيلم المثيران للاهتمام مثال على ذلك، ويتناولان فكرة استئصال أجزاء من الدماغ أو ما يعرف بالجراحة الفصية. فهل علينا أن نبقي ما أثار إعجابنا ودهشتنا في هذا الكتاب حيز الخيال العلمي المتقن؟ أم تراه حقيقة علمية؟ تعرف الجراحة الفصية أنها تداخل جراحي عصبي يحدث فيه إيذاء الاتصالات العصبية الموجودة في مقدمة الفص الجبهي. وعند التمعن في هذا التعريف سنجد أنه يشمل تحديدا العمليات المجراة على الفص الجبهي دون أجزاء الدماغ الأخرى، وهذا يعود إلى دور الفص الجبهي في التحكم بالسلوك وتبدلات الشخصية من جهة، ولكون الدافع الرئيسي لإجراء مثل هذا العمل الجراحي قد كان في بادء الأمر تدبير الاضطرابات النفسية كالفصام والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب من جهة أخرى. وهذا ما سيدفعنا في الحقيقة إلى العودة قليلا إلى تاريخ تطور الجراحة الفصية. ذكرت أولى محاولات استئصال أجزاء من القشر الدماغي في القرن 19، إذ كان الأطباء يرون فيه وسيلة لتخفيف بعض التظاهرات النفسية كالإهلاسات السمعية وغيرها من الأعراض الفصامية، مع ملاحظة تفاوت في النتائج تراوحت بين التحسن واختلاطات قد تكون مميتة. يعد العالم في مجال العلوم العصبية الدكتور أنطونيو مونيز أول من أدخل الجراحة الفصية حيز التطبيق عام 1935، وقد نال إثر ذلك جائزة نوبل، علما أن كثيرا من هذه الجراحات انتهى بتأثيرات سيئة على المدى البعيد. وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر بين أهمية هذه العملية الجراحية من جهة وبين خطورة تأثيراتها الجانبية أو بعيدة المدى من جهة أخرى، فقد استمرت هذه العمليات مدة من الزمن. كيف تجرى الجراحة الفصية؟ تضمنت العمليات الجراحية الأولى إجراء ثقب في الجمجمة، يليه حقن مادة الإيثانول بهدف تخريف الألياف العصبية التي تصل الفص الجبهي مع غيره من البنى الدماغية، ثم إدخال أداة جراحية تمثل عروة سلكية وبدورانها تقتطع جزءا من الدماغ. أما لاحقا فقد تمادى بعض الأطباء بطرق مبالغ فيها للغاية، شملت الدخول إلى فص الجبهي من خلال عين المريض لعزل الفص الجبهي من كل نصف كرة مخية، مسببين ضررا إضافيا للأجزاء الدماغية المجاورة للفص. أجريت العديد من الجراحات الجبهية حول العالم التي لم يتعافى فيها المرضى من مرضهم، بل ازداد وضعهم سوءا وفقدوا شخصياتهم وتحولوا إلى عالة على عائلاتهم تتطلب العناية الدائمة. وبعد تدخل المؤسسات المعنية بالصحة العقلية بدأ انتشار تلك الجراحات يقل تدريجيا بدءا من منتصف القرن الماضي، وفي يومنا هذا يعد اللجوء إليها نادرا جدا. وفي حال اللجوء إليها بعد فشل الآليات العلاجية الأخرى جميعها تجرى بحرفية وبأقل غزو ممكن. لقد كان الاستطباب الرئيسي لمثل هذا العمل الجراحي هو كما سبق وأشرنا الاضطرابات النفسية، ولكن مع تطور الكثير من الأدوية المضادة للاكتئاب والدهان لم يعد استئصال أجزاء من القشر الدماغي مع ما يخلفه من عواقب وإعاقات عصبية إجراء طبيا مبررا. أما في حال عدم استجابة المريض للعلاج الدوائي فيمكن اللجوء إلى جلسات التخليج الكهربائي، وهو علاج يعتمد على تطبيق تيارات كهربائية تولد نوابا اختلاجية قصيرة المدى. وفي نهاية المطاف عند التعنيد على جميع التدابير السابقة فإن قرار التدخل الجراحي قد يؤخذ بالحسبان. هل توجد استطبابات أخرى للجراحة الفصية؟ في الواقع يعد الصرع المعند على المعالجة الدوائية الدافع الأهم لإجراء الجراحة الفصية في أيامنا هذه.
وتوجد معايير تحدد كون المريض مرشحا جيدا للتدخل الجراحي، وهي فشل السيطرة على النوب الاختلاجية رغم استخدام نوعين من أدوية الخط الأول وواحدا من أدوية الخط الثاني، شريطة تطبيق هذه الأدوية بجرعات ومدة زمنية كافيتين. عموما يوجد ميل أكبر لاتخاذ قرار باكر بالتدخل الجراحي، وذلك لكون النوب الاختلاجية المتكررة سببا للكثير من العقب الجسدية والنفسية والاجتماعية. أشيع نمط للجراحة الفصية في سياق الصرع هو استئصال جزء من الفص الصدغي، ويليه من حيث الشيوع استئصال أجزاء من الفص الجبهي، وهو اختيار. وهنا اختيار نوع العمل الجراحي يعتمد على المنطقة المتوقع كونها البؤرة المولدة للانفراغات الصرعية. يمكن في بعض الحالات أن يستأصل كامل نصف الكرة الدماغية، وعلى الرغم من أن مثل تلك التدخلات تبدو جائرة، إلا أنه يجرى حاليا استئصال وظيفي أكثر من كونه تشريحيا، أي أنه يعتمد على اقتطاع السبل التي تصل نصف كرة دماغية مع ما تبقى من البنى المجاورة، وبذلك لا يبقى للانفراغات الشاذة أي سبيل للانتشار في الدماغ. على المرضى الخاضعين لمثل هذه العمليات الجراحية أن يكونوا على دراية تامة بما يمكن أن ينتج عنها، فجزء منهم قد يتحرر بصورة كاملة من النوب الاختلاجية، في حين أن جزءا سيء الحظ لن يشهد أي تحسن. أما القسم الأكبر فيقع بين الفئتين السابقتين، إذ يلحظ تحسنا وتناقصا في تواتر النوب الاختلاجية خصوصا خلال السنة الأولى التالية للجراحة، بينما يحتاج بقية المرضى إلى الاستمرار في تناول أدويتهم ولو بصورة أقل.